النهاردة مجلس النواب شهد انتخابات الحقيقة لو نقدر ان احنا نوصفها نقول عليها شرسة على هيئات مكاتب لجان المجلس الـ25، وهي رئاسة اللجان والوكيلين وأمين السر في كل لجنة. وده الحقيقة لو يعني دل على حاجة، إنما يدل على صورة الأداء السياسي والوعي السياسي اللي بيتم بشكل فيه شفافية وديمقراطية داخل مجلس النواب. وتم حسم هيئات مكاتب عدد كبير من لجان المجلس بعد جولات إعادة ما بين المرشحين على المناصب دي عن انتخابات هيئات مكتب لجان مجلس النواب. طيب احنا محتاجين برضو ان احنا نسمع يعني المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، معانا دلوقتي على التليفون. سيادة النائب تحياتي لحضرتك في البداية، ولو حابين ان احنا نتكلم عن هذه التجربة الديمقراطية اللي شهدها مجلس النواب النهاردة، ممكن نقول عنها ايه؟ الأول برحب بحضرتك والسادة المشاهدين، وبقول هي انتخابات الحقيقة كانت انتخابات زي ما حضرتك بتقولي كده، انتخابات مش هقول شرسة، هقول انتخابات جميلة. لأن احنا لما نرجع من الأول ونقول، لو احنا فاكرين في بداية الانتخابات في مجلس النواب أو مجلس النواب، وأنا بركز على مجلس النواب، كنا بنتكلم على قوائم مشتركة، وكنا بنتكلم بنقول احنا داخلين مع بعض مثلا كأحزاب ومستقلين هي تحالف سياسي انتخابي فقط، بعد كده كل واحد هيعبر عن رأيه وهيبقى ليه دوره في البرلمان بحرية كاملة. وده اللي اتضح ان انتخابات لجان فيها شراسة في الانتخابات، فيها إعادة في بعض المناصب، ومناصب كتير كان فيها إعادة. وبنقول للمشاهد ان اللجان دي هي المطبخ الاساسي لكل مشاريع القوانين اللي هتطبق علينا كمصر. انا شاكره جدا لحضرتك في توضيح الامر ده، لان يمكن البعض ممكن ما يكونش مدرك اهميه هذه الانتخابات وايه الوظيفه اللي بتقوم بيها هذه اللجان بشكل كبير جدا في مجلس النواب. بأوضح أكتر كمان عشان مشاهد اللي مهتم بالسياسة بقى فاهم، في مجلس النواب أو مجلس النواب أي مشروع بيدخل في الأول بيدخل اللجنة المتخصصة بتاعته، بيناقشوه باحترافية كاملة، لأن المفروض فيها بيبقوا متخصصين، بيبقوا فاهمين في المجال، واللي منهم مش فاهم في المجال بيبقى عنده وعي سياسي جامد، ولكن في الأول والآخر بيغلب عليها التخصصية في اللجنة. يناقش هذا مشروع القانون اللي جاي من الحكومة أو مقدم من أي عضو دراسة كاملة مستفيضة حرفية. حرفية بمعنى تكنوقراط، هنا مش بنتكلم على السياسة، تخصصية يعني بشكل كبير، تخصصية كاملة. أما بينتهوا من هذه التخصصية ما بيتعرض على القاعة العامة على النواب عموما، بيبقى رأي اللجنة رأي مهم قوي، لأن أنا كنائب أنا مهندس هفهم شويه في الهندسه وهفهم في الاقتصاد بحكم عملي شويه، انما هفهم في ايه لو اتعرض عليا حاجه على الطب او على اي مجال ثاني. يبقى انا بستثمر التخصص المناسب في المكان المناسب في اللجنه دي. بالظبط، فباخد راي اللجنه الاول راي مهم بالنسبه لي كنائب، لان في الاخر هو تصويت في القاعه، وبقراه وبشوف هم ليه قالوا وافقوا على هذه النقاط ورفضوا هذه النقاط، لان دول ناس متخصصه. ممكن اكون راي ثالث خالص شخص في الاخر، بس ده بيبقى بنسبه 20% او 25%، ما يزيدش عن كده، لان المتخصص قال لي كل حاجه عن الموضوع، فبقدر اصوت وضميري مرتاح انه حاجه لصالح الشعب المصري، غير ان انا ببقى بصوت لو ما فيش لجان، لو نتخيل كده ما فيش لجان تخصصيه، فكل واحد بيقول رايه ورايه الشخصي وهو مش فاهم حاجه في الموضوع. وده ما ينفعش، لان الموضوع هو قانون هيطبق علينا، وبالتالي لازم يبقى المتخصصين لهم دور كبير جدا. طيب ده خليني اسال حضرتك، يعني احنا في مجلس الشيوخ او في مجلس النواب الحقيقه احنا شفنا تخصصات جديده كمان اتضافت في المجلسين بشكل كبير وتخصصات متنوعة،
هل ده يعني هيكون انعكاس بشكل كبير جدا على بعض التشريعات اللي هتفيد المواطن المصري فيما بعد وفي مستقبل مصر اللي جاي وقريب جدا ان شاء الله؟ هيبقى انعكاس ايجابي غير متوقع، وانا بؤكد غير متوقع. واقول لي في اوقات القايمه والمعينين يبقى عنده قدره تقنيه تكنوقراط المتخصص غير عادي، بس ما يقدرش ينجح لوحده فرد الشباب. المجلس ده ضم كله، ضم بقى في ميزه في القايمه والمعينين، اداكي التخصصات الناقصه كلها اللي المجلس عاوزها، فبقى عندك متخصصين بكم كبير جدا، وعندك الشعبيين اللي هو في الاول والاخر هو شعبي فقط، اكيد عنده درايه بس الاصل بتاعه ناس وبلده عاوزاه تمثله. التوليفه دي كلها بتطلع في الاخر منظومه سليمه. الشعبي ده اللي هو ادرى بمشاكل بلده بشكل كبير اللي بينتمي ليها كدا. انما فعارف اهله عايزه ايه. بس انما ممكن حضرتك تتكلميه في الاقتصاد مش هيبقى فاهم قوي. صحيح. طب تكلميه في موضوع، بس هو في الاخر صوته هو صوت نائب هيؤثر على القانون ده يطلع ولا ما يطلعش التخصصي. التشكيله الكبيره، حتى التشكيله في السيدات الكم فيها، تشكيله في الشباب الكبير اللي بيمثل حوالي 30% دلوقتي، احنا كنا الشباب لو نرجع 15 سنه بس ورا اللي عنده 60 سنة كان بيبقى شباب، أو والصغير كنا بنبصله في المجلس على إنه حالة استثنائية. يعني إيه واحد عنده 40 سنة في مجلس النواب ولا مجلس شوف. دلوقتي إحنا بنشوف مواليد 95 موجودين في مجلس النواب. دي ميزة تانية هنشوف أثرها المستقبلية في تعاقب الأجيال وتعاقب الخبرات، لأن دي إحنا عانينا فيها مش في مجلس النواب ومجلس شوف بس، إحنا عانينا فيها في مصر. كان في فجوه جامده قويه بين الاجيال، فتلاقي في واحد مدير او ماسك حاجه مهمه عنده 70 سنه و75 سنه والباقي تحته لا ما فيش. اما بيجي بقى بحكم الزمن حد ثاني يتمكن وهو عنده 30 ولا 35 سنه بيبقى ما عندوش خبره، ما خدش حاجه خالص. صحيح. هو تعاقب الاجيال ده في حتى في مجلس النواب مهم جدا، وفي مجلس الشيوخ وفي مصر كلها. وده دور الحقيقه قايمه بيه التنسيقيه، دور جميل قايمه بيه التنسيقيه، والاحزاب بدا الاهتمام بتاعها بالشباب اهتمام بقى غير عادي. لا ويمكن كان في رساله مباشره جدا في الجلسه الافتتاحيه واللي كانت بتترأسها يعني الاستاذه فريده الشباشي وكمان معاونيها في هذه الجلسه اصغر اعضاء سنا موجودين في مجلس النواب، وده ان دل على شيء انما يدل على تعاقب الأجيال والاستفادة من الخبرات المتنوعة الموجودة داخل قبة البرلمان. مهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، شكرا جدا لحضرتك على هذه المشاركة.